والله والله يا أبا نواس، أنا سعيد بوجود ابن المغازلي في مجلسنا، ولكني أرجو منك، وهذا رجاء وأنت لا تخيب الرجاء، أرجو منك أن تأخذ كلامه على محمل المزاح والدعابة. يا أخي يا أبا العتاهية، ولو كان ما تخفي السرائر باديا إلى ما ارتاح ناس من ملامة ناسي. ما كل من في ساعديه قوة يقوى على ظلم الضعيف المعتم. إياك أن تؤلم قلب عاجز فتبتلي بجور طاغ فارحمي. ما هذا يا أخي يا أبا العتاهية؟ أتراني هكذا عظيم الظلم وأنت من يعرفني ويفهمني؟ يا رجل، ما أنا إلا شاعر حلو الطبع عذب اللسان، لكنني أحب المماحكة في بعض الأحيان رغبة في جلب السرور في مجلسنا، أليس كذلك؟ إذا كان الأمر كذلك فأنا معك دائما يا صاحبي. إذا قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. من أنت؟ من تصاحب؟ إياكما من نصح الملوك ومدحهم. ها نحن أمام حكيم آخر. كيف حالك؟ أرى الكلب لا ينسى الجميل بلقمة، وأن يلق منك الجور والطرد والضرب. ولو عاش في نعماك ذو اللؤم دهره، عليك لأدنى هفوة يعلن الحرب. أرأيت يا أخي يا أبا العتاهية، هذا هو رجل آخر تلبس ابن المغازلي. لقد استمتعت من اللهو نفسي، وحياة الفتى نعيم وبؤس. والله ما أنت بمجنون. إذن نحن المجانين. اخرس اخرس اخرس، لن أسمح لك أن تدخل مع العقلاء. العقلاء؟ ابحثوا عن الخبر قبل وقوع الخطر، ابحثوا عن الخبر قبل وقوع الخطر، ابحثوا عن الخبر قبل وقوع الخطر. ما بال بغداد هذه الأيام يا أخي يا أبا العتاهية؟ الكل ينطق شعرا ولم يبق إلا الحجارة. قل لي إذن من تصاحب؟ أقول لك من أنت. من تصاحب؟ من أنت؟ حكاياتنا. نعم حكاياتنا. لأهل العلم تذكرة. تذكرة. وللعامة والخاصة تبصرة. تبصرة. راجيا وداعيا من الله تعالى أن ينعش بها القليل ويشحد بها الكليل. قيل أن أعرابيا ورد على أحد ولاة الحجاج، وكان ذلك الأعرابي من بلد ذلك الوالي، فقدم الوالي إليه الطعام وكان صاحبنا ذاك جائعا، فسأله عن أهله وقال: ما حال ابن عمير؟ على ما تحب، وقد ملأ الأرض والحي رجالا ونساء. أها، وما حال أم عمير؟ بخير حال وصالحة أيضا. وما حال الدار؟ عامرة بأهلها. أها، وكلبنا إيقاع؟ قد ملأ السماء نباحا. وجملنا زريق. على ما يسرك. ثم التفت الوالي إلى خادمه وقال: ارفع الطعام. فرفع الطعام ولم يكن صاحبنا قد شبع بعد، فتذايق وانزعج، ثم أقبل عليه يسأله مرة أخرى: أعد علي ما قلت. اسأل يا مولاي وأنا أجيب. فما حال كلبنا إيقاع؟ مات. أها، وما أماته؟ اختنق بعظمة من عظام جمالك زريق. أها، أو مات جمال زريق؟ نعم مات. وما أماته؟ كثرة نقل الطوب إلى قبر أم عمير. أو ماتت أم عمير؟ نعم ماتت.
وما عمتها؟ كثرة البكاء على عمير. أو مات عمير؟ نعم. وما عمته؟ سقطت عليه سقف الدار. أو سقطت الدار؟ نعم سقطت. فقال الوالي: علي بالعصا. فولى الرجل هاربا. أيها الأحمقان، ما أرسلتكما إلى هنا لتتفرجان وتتسليان، بل لتزاحماه وتنافساه وأبعاد الناس عنه. إياكما أن تنظر إلي. ما أنتما إلا شحادين، إياكما أن تنسيا ذلك. ماذا نفعل يا سيدي وهو يضحكنا ويبكينا وينسينا ما نحن عليه؟ اخرس وتابع المهمة. هيا. يا من مال الله يا محسنين. يا الله من مال الله يا محسنين. يا الله بالله يا محسنين. يا الله بالله يا محسنين. بالله يا محسنين. ما بك يا فتنة؟ ستصيبين عيني بالحول. ما شاء الله على عينيك الساحرتين. لا ألم سبب قعودك هنا اليوم؟ لما لم تخرج مع سيدك كالعادة؟ لم يطلب مني ذلك. أوف، ما الذي أخر؟ ماذا؟ هل أصابك مس من الجنون؟ تكلمين نفسك؟ يا للسرور، إنه هو. ومن هو؟ يا لحظي العافر، يا لمستقبل الأسود، ما رق قلبي إلا على شحال. لا بأس، هذا هو الحب. يا فتنة، الرجل على وشك الوصول هو وضيفه، وعلينا تهيئة وتحضير الوليمة. هيا 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 إلى المطبخ وكف الهزل. يا إلهي، الوليمة الوليمة، كنت أنسى. فأنا للولائم قد خلقت. أتمنى أن تكون الولائم عادة يومية للتاجر، عندها سيصبح الحب آخر ما أفكر فيه. إلى المطبخ. الوليمة. ماذا يا جدتي؟ لا شيء يا ولدي، لا تقلقي. كيف لا أقلق وأنت على هذه الحال؟ يجب أن أفعل شيئا. لا يا ابنتي، لا تقلقي، لا تتعبي نفسك، ما هي إلا نوبة بسيطة وأعود إلى حالتي. أنت بحاجة إلى طبيب، ويبدو أن الأعشاب لم تعد نافعة. يجب أن أخرج لآتي بالطبيب. لن أتأخر، اطمئني يا جدتي، حياتك غالية عندي. الأفضل أن لا تذهبي يا ابنتي، عودي. أنت. أنا. قف. ماذا تحفظ من الشعر؟ أنا. نعم أنت. لا ترجو زهو الشباب الغض من هرم، هيهات يرجع ماء مر في الوادي. فالزرع لم يبق مزهوا بخضرته، عند الحصاد فاسلمه لحصادي. ما شاء الله، لم تجد غير هذه الأبيات تذكرها أمامي. إيه،
وأسفا على زمن الشباب، فقد مضى وانقضى واشتعل الرأس شيبا. أتعرفون لماذا؟ لماذا؟ لأنني أراكم كل يوم. ونحن يا سيدي نراك كل يوم، فهل تشتعل رؤوسنا شيبا؟ اسمتوا! بل أنا من سيشعل ويحرق رؤوسكم الخاوية. أتسخرون مني يا ملاعين؟ حسناً، قولوا ورائي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا بيحيى. كيف حالك يا خالة؟ تفضل. الحمد لله. تفضل يا يحيى. ماذا يا عبد الله؟ أراك تتوسد الألم، كيف حالك؟ الحمد لله، اطمئن، لا تقلق. لابد من الذهاب إلى النصطاسية لجلب الدواء، وإلا ما رأيك أن أدعو الطبيب جبرائيل بن بخت الشيوع لفحصك؟ الطبيب جبرائيل مرة واحدة يا يحيى؟ هذا الطبيب خاص بالأمراء والولاة، الأمر لا يستحق كل هذا. وليكن طبيبا خاصا بالعشاق الحيارة أيضا. الحمد لله، ها قد انفرجت أساريره، وأنا أمضيت الليلة بطولها ألقي عليه الطرائف التي أسمعها من أبيه وأضحك وحدي رغم سماعي لها آلاف المرات. إن الجلوس هنا بين أربعة جدران يزيد الألم ويضاعف الهم، فالخروج والنوسة في الأسواق هي الطبيب المداوي إذن. لكن ابقيا قليلا، فأنا سعيدة بك يا بني. وأنا والله يا خالة، ولكن دعينا نريحك من وجوهنا العابسة هذا اليوم. فكرة مقبولة. النزهة مطلوبة، لعلها تغير من مزاجي المتعكر. حسنا، هيا بنا. برعاية الله. مع أنني قوي جدا في الحساب، إلا أنني لا أعرف أين ذهب ذلك الدرهم الذي أعطاني إياه تاجر النفائس. كاسر، لا تنسى أننا نتقاسم المودة كما نتقاسم الدراهم. اشترينا قطعة خبز بدرهم واحد، يجب أن يبقى معنا نحن الاثنين 3 دراهم. كم درهما معك؟ كم درهما معي؟ واحد 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 زائد واحد 2 درهمان معي، ها هما. ها وأنت؟ ولا درهم. عجبا، أين ذهب ذلك الدرهم اللعين إذن؟ إياك والخيانة يا كاسر، نحن في الغربة والغربة مذلة، أرجوك ألا تدلني بهذه الطريقة. أخرج الدرهم من جيبك، وإلا استنجدت أمام الناس بأعلى صوتي وقلت أفرس إنه يريد أن يسرقني. اهدأ اهدأ يا صديقي، ما بك؟ إن الذي معك معي، نحن على السراء والضراء يا صديقي. يعني أيمكن أن يفرقنا درهم؟ أريد درهمي، لن أتناسل عن حقي. اليوم تأخذ درهما وغدا تأخذ جملا. وجدته يا صديقي، انظر، لقد استقر في جيبي. ما هذا الدرهم الذي يستقر في جيوب الآخرين؟ لحظة، هذا هو. يا لك من مسكي. أرجو أن تكون هذه الوليمة قد أعجبتك. أعجبتني،
يا رجل، هذه وليمة لم يقم بها ولا وال من ولاة الخليفة. هنيئا مريئا لك، وشكرا لأنك لبيت دعوتي. إن تلبيتي لدعواتك مفتوحة على طول الأيام، فهذه مائدة فيها ألذ وأشهى طعام. كنت أود أن أعرف من حضرتكم كيف لي أن أتاجر بالسلاح، وأن أعرف أيضا من هم التجار البارعين بهذه السوق. وأنا سأكون دليلكم المطيع في سوق السلاح وأربابه وأين يتجه، ولكن لابد أن يكون لي من هذه التجارة شيء مربح. سيكون لك الكثير. تفضل تفضل، على الرحب والسعة. بسم الله. ما ألذ هذا الطعام. ها طعام. هل أحضر لك طعام الغداء يا سيدي؟ أي طعام، وقد امتلأت هذه البطن بما لذ وطاب من وليمة لا تنسى، وليمة ستجعلني أضطر للصيام، ولكن لا بأس بشراب يسهل علي الهضم والعودة إلى ممارسة هوايتي في التهام الطعام. أمرك يا سيدي. أهلا أهلا وسهلا بالزائر الكريم. أهلا وسهلا، الدكان بصاحبه وخدمه ينتظرون تنفيذ رغبتكم. لدينا كل شيء، أنا أتاجر في كل شيء، أطلب أتمنى ولن تجد إلا ما يرضيك ولن تعود خائبا. أشكرك جدا، أنا أبحث. أمامك الدكان بكامله، انظر وابحث واختر. هل يوجد عندكم بضائع من حلب؟ من حلب؟ والله نعم الطلب. قل لي ماذا تريد بالضبط من بضائع لعلني أساعدك فيما ترغب وتطلب. وبسبب سمعة الحسنة وندرة بضائعي صار لي أصدقاء في كل البلدان، من حلب وسمرقند وبخارى وبلاد الرومان. ما شاء الله، أنعم وأكرم، إذن وجدت مرادي. المهم أن صديقي الحلبي سيسهل تجارتي معك. والله لقد أخجلتني، وما كنت أتوقع كل هذا الترحيب. هي تحرك تحرك. لا أستطيع الحراك، إنها هي. لا تستطيع الحراك، لما توقف هيا بسرعة. سقطت المفاجأة. هيا هيا فتاة يا امرأة. ماذا تريدان؟ ماذا نريد صحيح؟ لا نريد المساعدة. لا أستطيع مساعدتكما. إنها هي يا خاسر. متأكد أنت يا كاسر؟ نعم هي بذاتها. هيا هيا كاسر وخاسر. إنها هي، يجب أن نلحق بها. هيا هيا هيا. وابعدهما عن طريقي يا الله. لقد تأخرت. يا إلهي احفظها وأعدها إلي سالمة يا أرحم الراحمين. لم أستطع منعها، لقد أصرت على الخروج. لقد تأخرت والمدينة كبيرة، ها
أخشى أن تتيع وتضيع في دروبها. يا رب العرش العظيم عيدها إلي سالمة يا رب. يا أبو سعيد، يا أبو سعيد، أبو سعيد، ماذا تريد يا رجل؟ ثم كيف تناديني وأنا الأصمعي بهذه الطريقة الخاطئة؟ كسب الدراهم شغلك عن أن تقول يا أبا سعيد؟ تعلم العلم للأديان والنحو للسان والطب للأبدان؟ ما جئت يا سيدي لتقوم لغتي وتصوب لساني، وعذرا لهذا اللحن فاختلاطنا بالموالي والأغراب. المهم أن تختلط بالأعراب فستجد عندهم الفصاحة والجواب. المهم عندي أن تسكت جوعي وتملي جيبي هذا لأطعم عيالي وأغير هذه الثياب. يا الله يا كريم، لله يا محسنين. مرحبكم. الاستعانة بالوليد أصبحت مطلوبة جدا. دعنا من الوليد الآن يا خاسر، فلنواصل البحث ولنحرث هذا الطريق حرثا حتى نعثر عليها. هيا عدنا إلى حتى اخرس، لا وقت لي حتى الآن لنواصل البحث، لقد صارت بين أيدينا وتحت قبضتنا. الحق معك، الآن بإمكاني أن أقول إنك كاسر فعلا. اهدئي يا ابنتي واخبريني عن الذي جرى. كيف كيف الدمع؟ وكلميني يا بدور، ما بك ترتجفين؟ هل تعرضت لأمر أو حادثة؟ كلميني، فحالتك ستميتني أكثر من العلة التي استوطنت جسدي. ما كنت أرضى أن تخرجي، كلميني يا ابنتي. أخبريني بالله عليك، أوجعت قلبي، ماذا حصل؟ يا لحظي يا العاثر، ما كنت أخشاه قد وقع يا جدتي. ما كنت تخشينه قد وقع؟ أكتب علي أن أبقى مطاردة هكذا وأنا لم أرتكب جناية أو ذنبا في عمري؟ ماذا أفعل؟ ماذا يحصل لي؟ ماذا جرى؟ أخبريني، ما عدت أقوى على الصبر، هيا أخبريني. ماذا أقول لك يا جدتي؟ ماذا أقول؟ يا ابنتي يكفينا من الألم ما يكفينا، هيا أخبريني. ماء، أريد ماء يا خاسر. يا ويلي يا ويلي، أخ الشوك ذبحني. دعني أساعدك. لا يا ويلي، أين 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 يا صديقي؟ ما أريد ماء. خاف خاف، أريد ماء. يا ويلي لا أجد ماء. سأجلس هنا.
أخ انظر انظر لقد تورمت قدماي يا كاسر. ربما أريد قطرة من الماء يا ويلي تروي عطشي. يا كاسر بقينا نركض ونركض نركض ونركض حتى فقدنا أثرها. أين يمكن أن تكون؟ قد غادرت، لم يعد أمامنا سوى الصحراء، أين اختفت؟ لا أستطيع التفكير بأي شيء، لابد من العودة ولتذهب بدور إلى الجحيم. رأيك صائب، العودة أفضل حتى نلتقط أنفاسنا ونأخذ قسطا من الراحة، وبعدها لكل حادث حديث. ما رأيك؟ بماذا؟ بحتى. اسكت وإلا. وإلا ماذا؟ لم أعد قادرا حتى على الكلام، هيا لنعد. يا ويلي. حسبي الله ونعم الوكيل. أتعلمان؟ أنا مدرك أنكما لا تفهمان ولا تدركان ما أقوله على مسامعكم الصماء. إن أكثر ما أمقته وأن أرى نفسي أنا رستم في ساحة ذلك الأحمق الدعي ابن المغازلي. إننا المفروض عليكما بل من الواجب أن تنفذ أوامري حرفيا وبدقة. لن أسمح لكما بالتكلم أبدا أبدا. إنما كلفتكما به لا يعد مجرد حيلة بسيطة، ففشلتما في تنفيذها فشلا ذريعا. ولكن يا سيدي لا أرى ضررا فيما يقدمه. ومن أنت حتى ترى وتقرر وتفكر وتعطي رأيا يا هذا؟ ولكنه يا سيدي يثير البهجة في النفوس. أصمتايا أثقل من كابوس وأخبى من جاموس، أية بهجة وأية نفوس. معذرة يا سيدي، ما تفسير كل اجتماع الناس من حوله؟ اصمت واعرف من انت ومن تكلم. جندي مشاكس، هيا انصرفا الى الداخل. ابقيا هنا واياكما ان تتحركا حتى اعود. يا هذا وهذا. حين يغيب الأمان ولا يعتدل الميزان، يصبح اللسان ألسنة والوجوه أقنعة والكلمات طنينا وقسمات الوجه من عجين. يا أبا عبد الله، ألا ترى أنك بدأت تروي في كل مكان؟ إن حفار القبور لا يرانا إلا جثثا تمشي على الأرض. حكاياتك لا تنتهي ولا تمل، ولا أحلى من حياة تقضى في فعل الخير. ألا ترى يا أبا الحسن؟ ماذا أرى؟ ظلي. ما به ظل؟ ألا تراني أتبعه؟ إذا كان الأمر كذلك فهو الذي يتبعه لا أنت الذي تتبعه. أين يحيى؟ يحيى ذهب مع ولدك عبد الله الذي أخذته الدروب وألقت به في الديه. لا سبيل إلى معرفة الناس أيهم أحمق وأيهم عاقل، أيهم حالم وأيهم عالم. إذا لم يكن تمة ذرب إلى سماء الحقيقة فصغوا إلى العقل المجنون الذي يحمل بساط الحلم الطائر. ما هي أكبر مصيبة يمكن أن تصيب الإنسان؟ الإجابة عندك. أن تكون له عينان ولا يبصر،
الناس نيام، فإذا ماتوا انتبهوا. 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 من مال الله، من مال الله، يا كريم يا رب، من مال الله، يا كريم يا أكرم من حاتم. ومن حاتم هذا؟ ألا تعرف أجود وأكرم كرماء العرب حاتم الطائي؟ يا للروعة، شحاذ يعرف الأخبار ويروي الحوادث. من أجل العيش يا سيدي. جاسوس وبخيل، حسناً، لن نبخل عليك بسهامنا التي لا تخيب. من أنت أيها الغريب؟ ولماذا قطعت هذه المسافات إلينا؟ لا أظنك تجهلني، أنا تاجر قطع كل هذه المسافات من أجل البضائع النفيسة. ثم لماذا تحشر نفسك في أمر لا يعنيك؟ إنما ترتجيه كمن يحلب تيسا من شهوة اللبن. أين ذهبا؟ لم أرهما هذا اليوم. يبدو أن حيلة ووسيلة التسول قد أعجبتهما ونسيا المهمة التي جاءا من أجلها وتنكرا. إن حديثهما عن الجارية وحسنها وجمالها أثارني وأغواني، وليس من السهولة أن أدع الأمر هكذا دون تخطيط. هل يمكن أن تكون قد ذهبت إلى دار رقيق حرب بن الحباب الليثي؟ دحام، أمرك سيدي. اذهب في الحال إلى دار حرب بن الحباب وانظر إذا كان هناك بضاعة جديدة من جوار الحسنوات. أمرك سيدي. تأمل الموجودات جيدا، وإذا سألك عن سبب مجيئك إلى داره بادره بالقول بأن سيدي الوليد يدعوك لوليمة يحضرها قيم الرقيق وكبير التجار في بغداد. هل فهمت؟ فهمت، سمعا وطاعة سيدي. سالم، متى نصلي الجمعة؟ يوم الثلاثاء. ذاكرتك قوية. نعم نعم، أمتلك ذاكرة نشيطة. ما بك كالببغاء تكرر نفس الكلمات؟ أنت قلت ذاكرتي قوية، أما أنا فأقول ذاكرتي نشيطة، وهنا يكمن الفرق الشاسع والواسع بين القوة والنشاط. ما شاء الله، يا فهيم يا نبيه. فهيم ونبيه رغما عنك. إياك أن تتجاوز حدك وعرف من تكلم. ومن تكون؟ أنا من أكون يا نكرة. أتنكرني يا مبني للمجهول؟ وأنا من جعلتك جملة مفيدة؟ أنت جعلت مني جملة مفيدة، وقد كنت قبل أن تعرفني لا محل لك من الإعراب. أنا لا محل لي من الإعراب يا مجرد لان نافية للجنس؟ أنا لان نافية للجنس؟ أنا لام التوكيد يا أحمق. أنت لام المزحلقة. يا خسارة، الآن وقد انكشفت لي حقيقتك يا حرف علة. الوداع. لا يا صاحبي، لا لا، أتتركني في مهب الريح؟ لا لا. Ha, 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 ha.
استمرا، فإن حكاياتكما لطيفة جدا. رغم أن كلامكما هذر بهذر، لكنني سعيد به. ما قمنا به ليس إلا تجربة بسيطة كنا نلعبها قبل قدوم معلمنا، ويسرنا أن نحكي لكم هذه الحكاية قبل وصوله. ظهر ببغداد رجل فقير تقي طيب مستجاب الدعوة، وفي يوم دعاه الحجاج بن يوسف الثقفي وقال له: ادعوا لي دعوة خير. يا رب خذ روحه. ويحك، أتدعو لنا أم تدعو علينا؟ هذا دعاء خير لك ولجميع المسلمين. دعوني وشأني، اتركوني اتركوني، دعوني دعوني وشأني، دعوني دعوني، خدموني خدموني خدموني. هل لديكم لحاف ألف به نفسي وأختبئ؟ أنا لست موجودا، أنا لست موجودا. مما تختبئ يا رجل؟ الشرطة، الشرطة تبحث عن الحبير الاعتقالي. ماذا قلت؟ ألا تسمع؟ الشرطة تبحث عن الحمير لاعتقالها. الحمير؟ نعم الحمير، الشرطة تقوم بجمع الحمير لقتلها. وما شأنك أنت بالحمير يا رجل؟ يا رجل، إذا اشتبهوا بي وأخذوني فلن أستطيع أن أثبت لهم أنني لست حمارا، وقد ذهبوا بجلدي إلى الدباغ. لم أعد أفهم يا سهيل، هل هي واحدة من حكاياتهم أم أنه حقيقة؟ ألا تعرف هذا المجنون؟ أصمت إلا نهيتك بلا ناهية. هذا ما ينقصنا، الحمير الحمير يا سهيل الحمير. اتركوني دعوني، أنا لست حمارا، أنا لست حمارا، أنا لست حمارا، أنا لست حمارا. بكر خبئني يا بكر، خبئني. ما بك؟ أنا لست موجودا، أنا لست موجودا. خبئني أنت إذا، قد يكون المجنون على حق. خبئني أنت، أنت أنت بل أنت 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 خبئني.